القضية المهمة اللي نحب نتحدث عنها وهي أنه هذه المسألة مسألة الخطباء هي خاصة إذا كان الإنسان الآن يتحدث باسم الحوزة العلمية ورجال الحوزة العلمية، فمن المفروض أن يكون الخطباء معدودون في هذا الشيء الذي هو رجال الحوزة العلمية. ومع ذلك نحن نتحدث عنهم وننتقد بعضهم، طبعا ننتقد بعضهم وأن هذا الأمر واضح بشكل واضح. بالنتيجة هذا الانتقاد ما هو الهدف منه؟ طبعا الأخوة لا يتعبون راحتهم بكتابة الأسئلة، أنا لما نخلص الملاحظات كاملة حتى أجيب على الأسئلة، أي سؤال أي كلام ينذكر ما راح يكون له تأثير. طيب لما كان الخطباء هم رجال الحوزة أو في العادة هم رجال الحوزة ونحن ننتقدهم، فمعنى ذلك أنه لا يوجد عندنا مع الخطباء وإنما عندنا هدف آخر معهم أيضا، معهم أيضا. طيب هذه قضية لا كلام فيها، أنه في هذا البث يوجد انتقاد وأحيانا انتقاد حاد لبعض الخطباء. زين خلينا أوضح لكم قضية تخص الخطباء. الخطباء عامة يعني بشكل عام مرتبطون بالحوزة بشكل أو بآخر، بعضهم مرتبط بشكل أساسي بمعنى أنه ارتباطه في الحوزة طالب الزمن فيه ثم بعد ذلك أصبح خطيبا، وهؤلاء لا أحد ينتقده، والسبب لأنهم قضوا فترة طويلة في الدراسة وأصبحوا مؤهلين لصعود المنبر والتصدي، ولذلك أغلبهم في محاضراتهم وخطبهم على درجة كبيرة، وعندهم معلومات وعندهم ضبط وعندهم، وبالتالي إذا قرأ الإنسان كتاب الدكتور